عايز حاجه اسمها شغل. لما قال لهم عايز اشتغل قالوا لا انا هقعد في البيت وعلى جيب 300 جنيه شهريا. حتى لو اشتغلت هيعاملوك برضه معامله مش اللي هي خالص. وانا صغير كنتش بخرج، كنتش بروح المدارس، ما فيش حد كذب يعني. املا اتى من بعيد في هيئه قانون يحفظ حقوق افراده ليعيد تفاؤلا بتغيير ظروف حياتيه صعبه عانى منها قصار القامه على مدى سنوات سابقه. في فبراير من عام 2018 اصدرت الدوله المصريه قانونا رقم 10 لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه الذي ينظم احتياجاتهم في الحياة. قانون 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ده كان مطلب من زمان للأشخاص ذوي الإعاقة، إن يبقى عندهم قانون عام وشامل يحميهم في كافة المجالات. عايز صيانة ولا لا؟ عايز شغل. في شغل هنا عند حضرتك؟ في شغل. على مدى 5 أشهر تتبعنا ثغرات مواد الحق في العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 للكشف أن أصحاب الأعمال يتحايلون على القانون بواسطة قصار القامة المستغلين من قبلهم. اسمي فؤاد مصطفى إسماعيل، عندي 38 سنة. حاولت أن أنا أقدم في شغل، قالوا لي ممكن تقدم بس مرتبك هيكون ضعيف. ليه؟ انت مالكش ان انت تشتغل يعني هنا. قبل ما اتجوز كنت شغاله مع واحده في الطقوس كده، طلعت وراح والكلام دوت. في الاخر لقيت الناس ايه بقى وانا شغاله معاهم بيتريقوا، رحت قاعده. قعدت بقى وكده جالي فؤاد، جوزته وكده اخدت من جمعيه الاقزام. كنا شغالين في مصنع وكده، مصنع الملابس ما كانش كناش عارفين نشتغل فيه. بيطلعوا لسه في الحاجه في الحته يقعدوا ايه فتره مش عارفين برضه عشان هم اقزام وايديهم صغيره ورجليهم مش عارفين لسه واحده واحده. قدمت ورقي والكلام دوت، صاحب الشركه قال لي لا انت هتقعد في البيت وتاخد مرتبك كل شهر. قلت تمام يمكن مرتب حلو. رحت اخد المرتب بعد كده الاقي المرتب 300 جنيه. فبسال ليه 300 جنيه ليه؟ قال لي انت مالكش شغل، احنا بندوها لك كده. يعني ايه كده؟ قال لي بندوها لك كده يعني رأفتا بحالك. في الاسكندريه افتتح مصنعاً للملابس الخاصة بقصار القامة لعله يكون السبيل في حل أزمة تلازمهم دائماً وتتسبب لهم في مشاكل عديدة. طبعاً أصحاب الأعمال أو الشركات بيستغلوا قصار القامة أو الأقزام، بيستغلوهم في حاجة يعني للأسف. إحنا لما بنروح شغل تبع القوى العاملة مثلاً، فبنروح بيقول لك لا والله انت لازم تشتغل في المخازن، لازم تشتغل تشير اكواب، تدرس اكواب، او تشتغل على مكنه عاليه. طبعا انا بالنسبه لي مش هرفض، فبالتالي هو ده الشغل اللي عندي. احنا كان عندنا مصنع لاول مره في العالم كله بينتج ملابس اقزام وبيشتغل فيه اقزام. طبعا احنا كنا محتاجين مكن زياده يوفر لنا، لكن للاسف احنا توجهنا للتضامن الاجتماعي وقدمنا، ما حدش طبعا سال فينا. جمعت المعاناة أسرتين من محافظة واحدة، فؤاد وأسماء ومحمد سعيد. قرر أن يعمل لعله يستطيع تغيير الأزمة لصالح عشرات الآلاف من قصار القامة. شغال في شركة اسكندرية محطة الحوادث الدولية، كانت في من الداخلة، وقدمت الورق من عن طريق القوى العاملة وعادي يعني وكده. حسب مواد الحق في العمل بالقانون رقم 10 الصادر في عام 2018 وتحديداً في المادة رقم 20، تحظر المادة أياً من أشكال التمييز وحرمان من مزايا وحقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
واول ما روحت قالوا انت هتقعد في البيت وهتاخد 200 جنيه في الشهر والكلام ده. قعدت فيها 12 سنه عشان طبعا ما كانش في حاجه تانية وما كانش في بديل تاني، وعملت محاولات ياما ان انا اروح وكده يعني اروح اتكلم ان انا عايز اشتغل زي اي حد، المرتب ده ما يفتحش بيت ما يعملش ما يخليش كده. طب ربنا يسهل عشان ما يفتحش. وثيقة أصدرتها الشركة في أكتوبر من عام 2018 تؤكد على قيمة الأجر الذي يتقاضاه محمد سعيد قبل مغادرة الشركة. أنا قعدت لحد ما القانون طلع وكملت بردك وعملت كذا محاولة وكلمت رئيس مجلس الإدارة، وفي الآخر قال لي طب اصبر شوية ومش اصبر شوية، بعد كده عمل بلاك ليست ومش يرد عليا وكده. أنا اسمي محمد رفيق، لاعب رفع أثقال، بطل أفريقيا في الجزائر. يعني هما مفكرين قصار القامة عقلهم صغير، لا بالعكس، اللي هو عنده خبرات أعلى من أي واحد طبيعي. الشغل صعب بالنسبة لنا بس مفيش حاجة مستحيلة. العمل كان جزءاً من المعاناة، ولكن علينا الآن أن نبدأ لوحة جديدة ونبحث شكلاً جديداً من المعاناة. وأنا صغير كنتش بخرج، كنتش بروح المدارس علشان نظرة الناس، نظرتهم وحشة ليا. كنت في المدرسة أبقى قاعد مع زمايلي في التختة، ما كانوش بيخلوني أقعد معهم عشان يقولوني أنت قصير وإنك مش طايرة الأرض. وكنت بخرج كانت العيال بتلقى عليا توب. عقدت إن أنا أخرج الشارع، حاولت اروح لمحامي بس قالوا لي انت لوحدك مش هيبقى لك حاجه، هتتكرش، لازم تبقوا مجموعه كبيره مع بعضنا. وهما ما بقاش يجمعونا مع بعضنا، يعني مثلا كل اتنين في يوم. فوجئنا ان الفتره اللي فاتت دي اصحاب العمل بيقوم فعلا بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم الأقزام درءا للعقوبة المقررة عليه، اللي هي خاصة بتقول له في النهاردة وقف سنة وغرامة 10,000 جنيه اللي هو ما يكونش حصل نسبة 5% لعدد العاملين اللي عنده. بس بيجي يقول له ما تجيش، أنا عاوزك تقعد في البيت بس أول كل شهر تيجي وهديك 400 جنيه أو 350 جنيه أو 300 جنيه. في باب العقوبات من القانون، عقب القانون من يملك مصنعاً ولا يعمل به نسبة 5% بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه وحبس لا تتجاوز مدته سنة. ولكن اختفت من باب العقوبات المادة رقم 20 التي تضمن المساواة في الأجر والحقوق والواجبات والمزايا. وعقب القانون من يتغاضى عن تشغيل نسبة 5% فقط. أو بيعينه بنسبة 5% درءا للعقوبة المقررة عليه بنسبة 5% عليه اللي هي تبقى لنص المادة 21. أما فيما يتعلق بمادة التميز اللي مادة 20 عشان ملهاش عقوبة فيقول لك إيه، طب أنا عينه وأدي له 400 جنيه يبقى منها مش هادرة العقوبة اللي مقررة عليا طبعا مرتبطة بالمادة 21، وبالتالي أنا قانون كده بيخدم صاحب العمل ما بيخدمش ذوي الاحتياجات الخاصة. هل تعرف الشركة الأم بما تفعله شركتها في الإسكندرية مع موظفيها من قصار القامة؟ سؤال خضناء لمخاطبة هوتشسون بورتس لتوضيح ما يحدث في فرع الشركة بالإسكندرية، وحتى اللحظة التي يذاع فيها هذا التحقيق لم نتلق رداً على التساؤلات التي طرحها تحقيقنا. لم يختلف الوضع كثيراً بين الأسرتين، فكلتاهما يعاني على طريقتهما. على الرغم ان احنا طبعا لنا 5% لنا في الشركات، ال 5% لنا تعيينات، تروح يقول لي لا ليه يا عم ده احنا لينا في ال 5%، يقول لك لسه ما مركوش دلوقتي القانون ما تطبقش عليه. المجتمع المفروض يتغير نظرته من مسارات القامه زي ما هي، ما حدش حاجه اتغيرت. كل ما اقدم في شغل ما بيجيليش، فقلت خلاص بقى
مش هشتغل تاني، مش عايز الشغل ده. في القاهرة استقبلنا الدكتور أشرف مرعي أمين المجلس القومي للإعاقة، وحدثنا عن تغيير القانون بشكل يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طلع في 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون 10 اللي فيه بقى ضمانات للحقوق في التعليم والصحة والعمل والانتقالات والمشاركة السياسية والمشاركة في الرياضة يعني والضمان الاجتماعي. فكان بصراحة يعني نقلة كبيرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. امتيازات كثيرة أعطاها القانون لأصحاب الأعمال في محاولة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ولكن استخدامهم للقانون كان للتحايل عليه والاستفادة من امتيازاته الضريبية. بالنسبة لأصحاب العمل اللي يعينوا حد أكثر من نسبة 500 بياخد إعفاء ضريبي على الدخل بقيمة 5 أو بنسبة 5% عن كل موظف زيادة عن 5%. يا فندم هو بيتحايلوا على القانون لأن أصلاً مفيش وراهم حد بيفتش أو بيتابع. لو في حد بيتابع أو بيفتش من القوى العاملة في كل الشركات وبالذات القطاع الخاص مش هيبقى فيه بالمنظر. انطفأت الأضواء وتعددت المشاكل وتجددت التشريعات، وربما انتهينا من تحقيقنا، ولكن المشكلات ما زالت قائمة. فيما يزيد عن 100,000 من قصار القامة في مصر يعانون وينتظرون الرقابة لحمايتهم.